في العام 50-900 استقر بمدينة القنيطرة شاب جزائري في تلك الحقبة والتي تلتها استقر بالمغرب جزائريون كثيرون. كان الشاب الجزائري المنحدر من البليدة واسمه مراد القسنطيني كان قد أمضى عدة سنوات في صفوف الجيش الفرنسي، وقد عاد من الهند الصينية بعدما فقد أحد ساقيه في إحدى المعارك هناك في القنيطرة وكانت تسمى وقتها بوغليوتي. دخل مراد قسنطيني في شراكة مع أحد المعمرين الفرنسيين كان يتاجر في الحبوب. كان مراد يجوب الأسواق لشراء الحبوب بينما كان شريكه الفرنسي يتولى تدبير تخزين البضائع وترتيب تسويقها. لما استعاد المغرب استقلاله في العام 56-900 قرر الشريك الفرنسي لمراد القسنطيني الرحيل عن المغرب، فقام بتفويت حصته إلى شريكه الجزائري. واصل مراد القسنطيني العمل في تجارة الحبوب، وبالرغم من استقلال الجزائر في العام 62-900 فإن السيد مراد فضل البقاء في المغرب. هناك في الجزائر كان مراد قد خلف زوجة لم تكن سوى إحدى بنات عمه، رفضت الرحيل عن البليدة وفضلت أن تبقى قريبة من والديها وأسرتها. لم يكن مراد يعلم لما غادر الجزائر أن زوجته كانت حاملا، لم يطلقها ولكن الظروف التي عرفتها الجزائر لم تكن تساعده على التواصل معها. تقدم العمر بالسيد مراد القسنطيني، وكان كما هو الحال بالنسبة لجزائريين كثيرين استقروا في المغرب كان يعيش على أمل العودة إلى بلده يوما ما، وقد تسنى له ذلك بعد استدعاء محمد بوضياف إلى الجزائر ليتولى الرئاسة. وكان محمد بوضياف بدوره يقيم في القنيطرة، وكانت تربطه بمراد علاقة صداقة امتدت سنوات طويلة. باع مراد القسنطيني ما كان في مخزنه من حبوب، أغلق المخزن الواسع وغادر إلى الجزائر. مرت سنوات انقطعت أخبار القسنطيني، وفي العام 2000 لاحظ سكان شارع فاس في القنيطرة بداية أعمال هدم مخزن القسنطيني الذي كان قد تعرض للخراب. شاع أن مقاولة بناء ستشيد على أرض المخزن التي تبلغ مساحتها 5000 متر مربع عمارات سكنية. كان للسيد القسنطيني صديق مغربي، كان الرجل ويدعى الصديق العمراني قد علم أن الشركة العقارية اشترت المخزن من مراد، وقد فهم العمراني أن ذلك يعني أن صديقه الجزائري ما زال على قيد الحياة، ولذلك لم يتردد في الاتكاء على عصاه وطرق باب الشركة العقارية يسأل عن صديقه مراد القسنطيني، ولكنه لم يجد من يخبره عن الرجل. قرر استجلاء الأمر في المحافظة العقارية، هناك علم أن مواطنا مغربيا اسمه أحمد الشرقي هو من قام بإجراء التفويت بناء على تفويض مكتوب حرر في باريس وحصل عليه من مراد القسنطيني. تفيد المعلومات التي حصل عليها الصديق العمراني بأن التفويض حرر من قبل موثق تثبت من هوية مراد القسنطيني من جواز سفره الجزائري. سجل العمراني عنوان القسنطيني المشار إليه في الوثيقة، ولكن الرسالة التي بعث بها إلى صديقه الجزائري سرعان ما عادت إليه لأن المرسل إليه لا يوجد في العنوان المكتوب. استغرب الرجل الأمر ولكنه لم ييأس، كان لديه عنوان قريب لمراد القسنطيني يقيم في مارسيليا، كاتبه وهذه المرة تلقى الجواب. أخبره الرجل بأن مراد القسنطيني مات في حادثة سير غامضة بعيد اغتيال الرئيس محمد بوضياف. علم الصديق العمراني أن صاحبه خلف ولدا، لم يعلم القسنطيني نفسه بوجوده إلا بعد أن عاد إلى البليدة. حصل الصديق على عنوان ابن مراد القسنطيني وبعث إليه برسالة. كان الصديق قد أحس أن وراء تفويت مخزن القسنطيني سرا ما، علم أن ولده كان فقيرا بيد أن أملاك مراد في المغرب
كفيلة بإخراجه من الفاقة. من خلال الرد الذي توصل به فهم الصديق أن الولد لم يكن يعلم بما خلف والده من متاع في القنيطرة. لعل الوقت لم يسعف القسنطيني ليخبر ولده. طلب الصديق العمراني من ابن مراد الحضور إلى المغرب وأن يصحب معه الوثائق التي تثبت أنه ابن مراد القسنطيني وأنه وريثه الشرعي. بعد تجاوز تعقيدات التأشيرة تمكن ابن مراد من القدوم إلى القنيطرة حيث آواه صديق والده. لم يكن عبد الحميد بن مراد القسنطيني يعرف شيئا عن تركة والده، ولكنه وجد في الصديق العمراني مصدرا هاما للمعلومات حول تلك العقود التي قضاها والده في المغرب في مدينة القنيطرة التي احتضنتها. كانت الخطوة الأولى لعبد الحميد في أثر تركة والده زيارة إلى مقر الشركة العقارية التي هدمت مخزن الحبوب وباشرت أعمال بناء عمارات سكنية مكانه. قابله عمر المسعودي وهو متصرف الشركة وكان مقاولا معروفا في القنيطرة. في البداية مال إلى الاستهزاء من عبد الحميد الذي جاء يستفسر حول الظروف التي أحاطت عملية تفويت المخزن، ولكن إصرار عبد الحميد على معرفة الحقيقة أجبره على تغيير لهجته. سعى هذه المرة في حضور الصديق العمراني إلى محاولة إغرائه بمبلغ مالي للتخلص منه. كان عبد الحميد موقنا بأن وثائق التفويت زائفة لأن والده توفي منذ عام أو أكثر. كانت لديه شهادة الوفاة التي تثبت ذلك. كان الصديق العمراني صديق مراد مصرا على المضي في مساعدة عبد الحميد حتى النهاية وفاء للصداقة التي جمعته بالراحل مراد القسنطيني، ولذلك اصطحبه إلى الرباط حيث عرض حالته على إحدى هيئات الدفاع عن حقوق الإنسان. مكنت تلك الرحلة عبد الحميد من الاستفادة من خدمات محام من ناشط تلك الهيئة. بعد أن أعد ملفا متكاملا تقدم المحامي بشكاية لدى وكيل الملك في المحكمة الابتدائية بالقنيطرة يتهم فيها الشركة العقارية بالتزوير واستعماله للاستيلاء على ملك يعود قانونيا إلى ورثة مراد القسنطيني. في تلك الشكاية طالب المحامي بفتح تحقيق في هذا الموضوع ملتمسا التحرك بالسرعة التي تمليها حقيقة عدم توفر عبد الحميد ابن مراد سوى على تأشيرة إقامة مؤقتة ولمدة غير طويلة. استجاب وكيل الملك لهذا الطلب، وجاءت الاستجابة منسجمة مع ما عرف عنه من جد وحزم. أحال الملف على الشرطة القضائية وأمر بإجراء التحريات الضرورية على مستوى المحافظة العقارية ومن خلال الاستماع إلى أطراف هذه القضية في مقدمتهم عبد الحميد بن مراد القسنطيني وعمر المسعودي متصرف الشركة العقارية. قال عبد الحميد إن والده هاجر إلى المغرب في خمسينيات القرن الماضي بعد أن أحيل على المعاش من الجيش الفرنسي. كان قد فقد رجله اليمنى في حرب الهند الصينية. قال عبد الحميد إنه لم يعرف والده إلا بعد أن عاد إلى الجزائر، لم يكن قد أبلغ عائلته بممتلكاته في المغرب. قال عبد الحميد أيضا إن والده قبل موته في حادثة سير غامضة كان يفكر في العودة إلى القنيطرة. استمع العميد محمد البقراوي الذي كلف بالملف إلى الصديق العمراني الذي أدلى بشهادة مستفيضة حول مراد القسنطيني. وتأسيسا على تصريحات عبد الحميد والصديق العمراني استدعى العميد محمد البقراوي متصرف الشركة العقارية عمر المسعودي الذي صرح بأن الشركة اقتنت العقار بمقتضى تفويض وقعه مراد القسنطيني في باريس أمام موثق رسمي تأكد من هوية القسنطيني من جواز سفره الجزائري. اكتشف العميد أن المسعودي يحاول المراوغة عندما سأله عن الشخص الذي فوض إليه مراد القسنطيني التصرف في ملكه العقاري بالقنيطرة. وقد أبدى العميد صرامة في التعامل مع عمر المسعودي. أبلغ وكيل الملك الذي أمر بوضعه رهن الحراسة النظرية إن هو أصر على عدم التعاون بشكل كاف.
ولكن المسعودي وجد نفسه مضطرا لتغيير موقفه بعد أن بوشرت إجراءات الحراسة النظرية، إذ تم تجريده من حزامه ومن ربطة عنقه ومن أوراقه. قال إنه تسلم التفويض شخصيا من السيد مراد القسنطيني، وأنه استعمل تلك الوثيقة في تفويت الملك إلى الشركة العقارية التي أنشأها مع أحد أصدقائه، حيث كان العقار مساهمته في الشركة. سأله الضابط عن أوصاف مراد، قال إنه رجل متوسط القامة، وقبل أن يسترسل سأله عما إذا كان الرجل يعاني من عاهة. رد عمر بأن الرجل سوي ليس به عوق، إذ ذاك تأكد العميد من أن وراء القضية لغز يتعين حله. كان يعي أنه لا يملك كل الوسائل التي تتيح له حل اللغز، وأن المفتاح قد يكون لدى الموثق الفرنسي الذي شهد على التفويض هناك في باريس. وللوصول إلى هذا الموثق يتعين إذا رأى ممثل النيابة العامة ذلك تفعيل اتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا. رفع العميد محمد البقراوي تقريره إلى وكيل الملك الذي رأى مراسلة وكيل الجمهورية الفرنسية في باريس. بعد نحو شهر توصل وكيل الملك بالقنيطرة برد السلطات الفرنسية. هي معلومات من أهم ما فيها أن الموثق الباريسي يؤكد أن الشخص الذي تقدم أمامه باسم مراد القسنطيني لم يكن به عاهة. كان ضمن الوثائق التي توصل بها وكيل الملك بالقنيطرة صورة لجواز السفر الذي تم استعماله في إعداد التفويض. وما أن توصل العميد البقراوي بتلك الوثيقة حتى عمد إلى فحص الصورة التي وضعت على جواز السفر، تأكد من أن الصورة ليست سوى صورة عمر المسعودي. أرجأ العميد استدعاء الأخير من جديد، عرض الأمر على وكيل الملك الذي أمر بتوقيف الرجل واستنطاقه من جديد، هذه المرة لقيامه بالتزوير واستعماله. استعان بمحام بادر إلى الدفع بأن القضاء المغربي غير مختص للنظر في قضية التزوير، لأن الأفعال حدثت خارج التراب المغربي. أوقف قاضي التحقيق الاستماع إلى المتهم ومدد فترة اعتقاله إلى أن يصدر قرار في شأن ما دفع به المحامي. بعد أسبوعين أحيل الملف على النيابة العامة. وافق وكيل الملك على إطلاق سراح عمر المسعودي. كان المحامي قد أدرك عمق الورطة التي وقع فيها موكله، فهو إن أفلت من المتابعة في المغرب لن ينجو منها في فرنسا. اعترف عمر لمحاميه بأن سمسارا من القنيطرة يقيم في باريس هو الذي جعله يطمع. كان العرض مغريا، وقد ورطه السمسار بأن وضع صورته على جواز السفر المزور. لم يكن يظن أن الأمر سيفتضح. رأى محامي عمر المسعودي في اعترافات موكله مدخلا لتسوية وصلح مع عبد الحميد بن مراد القسنطيني. اتصل بمحامي الأخير، خشي عبد الحميد الوقوع في فخ قد يكون نصبه له المسعودي. استشار صديق والده الصديق العمراني، ومعا زار العميد البقراوي الذي أبلغ المستجدات إلى وكيل الملك الذي أمر باستدعاء الأطراف وصياغة محضر رسمي وقانوني للاتفاق الذي تم التوصل إليه. قضى هذا الاتفاق بأن ينقل المسعودي ملكية العقار إلى عبد الحميد القسنطيني، وأن يتحمل المصاريف، وأن ينجز ذلك لدى موثق يتولى باقي الإجراءات الخاصة بالتسجيل في المحافظة العقارية. بعد أن تم ذلك سحب القسنطيني الابن الشكاية وأغلق الملف. بعد أيام عاد عبد الحميد بن مراد القسنطيني إلى الجزائر، وقد أعيد إليه حقه في المغرب.